طبعا احنا النبات جد اننا عشان عندنا صار عدد كبير من النبات موجود داخل الصيص او داخل الجوار، ما ينفعش انا اخليه جوا الجوار، لازم احطه بجوار ثاني واكاثر من العدد. بنقول عن عمليه اكثار نبات جلد النبات، كيف انا بدي اتصرف معه؟ اول شيء بجهز انا الجواير اللي بنقل عليها النبات. زي ما انتم شايفين في عندنا ثلاث جواير، وعندنا موجوده بالتربه الصناعيه هي تربه البيت موس. بجي بالطريقه هاي بمسك النبات، بحاول ان الجذور هي ثابته، بحاول اطلع النبات من الجوار. شايفين كيف؟ شايفين كيف النبات؟ هي عندنا واحد، كل واحد نبات منفصل عن الثاني. هي عندنا واحد، هي اثنين، هي ثلاثة، هي أربعة، هي خمسة، هي ستة، يعني كل واحد ممكن أحطه أنا داخل جوار منفصل. إيش أنا بجي بساوي؟ زي بفصل هذا النبات عن نبات الأم بطريقة هاي. بطريقة هاي بفصل النبات عن نبات الأم، باجي جوا الجوار بحاول أخفف نوعا ما من التربة الموجودة بحيث انه يتسع للنبات، وفي الاخير بحط عليه. اذا قلت بده كل واحد منكم يعمل نفس زي ما عملت انا، تمام؟ يلا نخلص وحط لي اياها. يلا تمام اشتغلوا بايديكم. يلا شباب، يلا يا عدوين، يلا نجهز احنا الجوار. تمام 100%، خفف التربه على اساس اعطي مجال للنبات. يلا خلص جاهز، تمام. يلا خذ جزء من النبات شويش، بالراحة بالراحة بالراحة. نجيب كمان قوير عشان يكفي الباقي. يلا يعني. هاي في عندنا كمان هم عشان نبات الثاني. ايوه ممتاز، افصل عن بعض افصل عن بعض. هات معك عاد، شد شد معك شد، ممتاز تمام. سوي لها افصل عن بعض. ايوه هاي عندنا كمان جوا تمام. يلا ضبط الوضع. زي ما حكينا احنا بنخفف من التربه وبنحط النبات. ايوه حط عليه بديك التربه الزراعيه اللي بيت موس. كله بنجهزه بنعمله. ممتاز شغل. ايوه خفف خفف من التربه اللي عندك، خفف من التربه اللي عندك. تمام 100%. واحد يجيب ميه ويروي. انا بدي اروي. يلا شوي. لا لا شوي. واخر شيء بعد ما انقل انا بحاول اروي النبات بشكل بسيط، لانه نبات نوع من انواع الصبريات وبيحتاج كميات كبيره من المياه. بحاول ري خفيف على كل النباتات الموجوده عندي. هو الهدف من الري هنا تمام، مش الري تمام يعني انه يشرب النبات ميه، لا، انك تخلي فيه تلاصق بين الجذور والتربه عشان ما ايش تخرج الهواء الموجود ايش بالداخل داخل التربه. تمام هيك بالصوره هذه بكون عندنا احنا من نبات واحد. طلع كم نبات صار في عندنا؟ بس من نبات واحد. هذا كمان بنحكي عنها عمليه اكثار بالخلفات او الفسائل، والله نفس الفكره. في كثير نباتات انا بقدر اكثرها بالطريقه هاي، لكن اغلب النباتات الموجوده عندنا بقدر اكثرها بالطريقه هاي، طريقه سهله وبسيطه وسريعه. يعني نبات واحد بعمل انا مشكله كبيره. تمام خلص يعطيكم العافيه.